السلام عليكم. نكمل المحاضرة. في الفيديو الأولاني أخذنا الإلكترودينامومتر، ابتدينا فيه وأخذنا الستركتشر بتاعه والتورك إكويشن، ودلوقتي هنشوف الأبليكيشنز. أول حاجة، لو أنا استخدمته كأميتر فهو فيه لي 3 كيسز، less than 100 ملي امبير، يعني ما يزيدش عن 100 او يزيد عن 100 ملي امبير. وزي ما انت شايف الرقم ده بيفكرنا بالموفينج كويل، ان هي دي اللي عامله لنا كنترول او عامله لنا ليميتيشن. وبعدين عندي في الهاير كارد، ممكن استخدمه كفولت ميتر وممكن استخدمه كاميتر. في حاله الاميتر فبقول ان انا عندي تو سكشنز اللي هم بتوع الفيكس كويل والموفينج كويل، كله متوصل ان سيريس مع بعض، سيريس مع اللود. وكانت عندي زي ما بقول ان انا هنا في ليميتد لي 100 ملي امبير، ما زدتش عن كده ابدا، لان الموفينج كويل مش متوصل معاها حاجه، فهي مش هيتوصل معاها ازيد من كده، وقلنا السبب اكتر من مره. طيب هنا بنقول ان الثيتا عندي دي الثيتا الايكويشن اللي احنا استنتجناها في الفيديو الاولاني للمحاضره دي، ان هو اي 1 اي 2 كوزين فاي دي ام دي ثيتا. فعندي اي 1 ايكوال اي 2 ايكوال اي، اوكي، لان انا عندي ان هما ماشيين ان سيريس مع بعض، وفاي لان هما سيم كارنت. لو هما سيم كارنت مفيش فيز شيفت بينهم، فبالتالي الفاي بينهم بزيرو، كوزين فاي بوان. يبقى الإكويشن دي عندي اي 1 ايكوال اي 2 بقى اي سكويرد، كوزين فاي ايكوال كوزين زيرو ايكوال 1 بقى عندي باي 1 دي ام باي دي سيتا. لو دي ام باي دي سيتا احنا شغالين في اللينير ريجون، بحيث ان دي ام باي دي سيتا كونستانت، يبقى سيتا بروبورشنال لاي سكوير. ده جميل. طب وبالنسبة للفريكونسي بقى ايه النظام؟ هل نقدر نعمل نخلي الريدنج اندبندنت اوف الفريكوانسي؟ نشوف كده. فباجي اقول اباب دي طبعا في ال 100 الاقل من ال 100، لو انا مشغله بالموفينج كويل زي ما هي كده ما فيش كنترول على الفريكوانسي. هنا لو انا جيت عايز ازود الليميتيشن بتاعي اعلى من 100 ملي امبير، فبحط شنط امبيدنس امبرل مع الموفينج كويل، بحيث ان هي الموفينج كويل تاخد التيار بتاعها اللي هو ال 100 ملي امبير، وهي تكمل تشيل الباقي. بس انا دلوقتي بقول لو انا عايز اخلي الريدنج اندبندنت اوف فريكوانسي، هنعمل نفس اللي عملناه في الموفينج ايرن، ان الكونستانت بتاع الشنط اللي هي ال شنط على ار شنط تساوي ال على ار بتاعه الموفينج كويل. في الحاله دي انا اقدر اعمل اخليه independent of frequency. اوكي، طيب ده اللي اقدر اعمله هنا. يبقى ده اللي ممكن نعمله، ان التايم كونستانت بتاع two branches should be equal عشان اخلي ان الريدنج بتاعتي independent of frequency. تمام. طيب ده الايكويشن طبعا بتاعتي هي ما اتغيرتش. باجي هنا بقول بقى في حاله الهاي كارنت، في حاله الهاي كارنت بخلي الموفينج بارل مع الفيكسد، بحط معاهم سوامبنج ريزيستنس برضو، بحيث ان انا احاول ان انا ازود التايم كونستانت بتاع الموفينج كويل عشان اقدر اعمل فريكوانسي كنترول. فعندي دلوقتي ان انا عندي دي الايكويشن بتاعتي. لو انا خليت ال اف ار اف بتوع الفيكسد كويل الريشيو بينهم بتساوي LM على RM بتوع اللي هي الموفينج كويل، فباجي أقول إن دلوقتي ممكن أحصل على frequency independent. عندي الـ I1 والـ I2، أوكي، طبعًا دي طبعًا داخلة معانا في حساباتنا، الـ I1 والـ I2 والـ I in phase، فالفيز شيفت بتاعي برضه زيرو، يبقى الـ equation reduced إلى الشكل ده. انا هخلي ان اي 1 طبعا لما كنت بجيبه بقول ان هو بيساوي الاي في الزد البعيده على الزد مش عارف ايه. لو انا خليت الريشيو اللي هي التايم كونستانت ال اف على ار اف هيساوي ال ام على ار ام، هبدا ان انا احصل على ان
الريشيو بيننا independent of frequency. راجع السلايدز بتاعت المحاضرة بتاعت الموفينج ايرون. لو الدي ام باي دي سيتا كونستان يبقى في النهاية احصل على ان سيتا proportional i squared. ده حصلت عليه قبل كده بس كان depend on frequency. هنا بقى الارنجمنت دي ان ال اف على ار اف هتساوي ال ام على ار ام، اقدر احصل على independent of frequency. حالة الفولتميتر نفس الايكويشن ببدأ بيها، بس عايزة بقى اخليها proportional، بدل proportional للكرنت عايزة proportional للفولت. كل اللي انا عملته ان انا شلت اي، ما هي اي 1 بيساوي اي 2 ما هما ان سيريس مع بعضيهم، وحطينا الريزيستنس الكبيرة دي، فبنقول ان اي 1 بيساوي اي 2 بتساوي الفولت على الزد توتال زد زد اف بلس زد ام بلس الار اللي انا حطاها دي، وهنشوف فايدتها ايه. فبقى عندي دلوقتي ان سيتا في سكويرد، في سكويرد اللي هي اي سكويرد على زد سكويرد دي ام باي دي سيتا. اعمل ايه؟ بقول ان انا لما احط الزد اللي عندي دي عبارة عن ايه؟ عن كل الزدات دي بلس دي. طيب ما انا لو خليت دي كبيرة قوي الريزيستنس دي هاي نون اندكتيف ريزيستنس، بحيث ان التوتال زد بتاعتنا تبقى عبارة عن ار، يبقى انا خليت كأن السيتا هنا بتساوي في سكويرد على ار سكويرد دي ام باي دي سيتا، ويبقى كل القرايات اللي عندي independent of frequency. طبعا دي ام باي دي سيتا ممكن اخليها كوست، يبقى في الحالة دي سيتا proportional v squared لل r كونست. يبقى من هنا جبت قرايات للفولت وقدرت ان انا اقدر احصل على قرايات independent الا على الفريكونسي. بس هنا طبعا برضو كل الكلام ده لحد 125، لان لو زاد عن كده هلاقي الرياكتنس بتاع دي هتبقى effective والرياكتنس بتاع دي effective، ما اقدرش اقول الاسامشن اللي انا عاملاه ان كل الامبيدنس عباره عن ريزيستنس تبقى اسامشن الاسامشن اكسبتد. طيب دلوقتي عايزه اروح اتكلم بقى على الديفايس اللي عندي، اشوف الايرورز والادفانتج والديسادفانتج. فاول حاجه بقول عليها اللي هي السنسيتيفيتي بتاعته هي فيري لو. ليه؟ لان السنسيتيفيتي بتاعته من 10 ل 30 اوم بالفولت. لو انت كنت فاكر الديرسومنال ميتر اللي هو البيرمنت ماجنت كان السنسيتيفيتي بتاعته كان بالعشرين ألف كيلو اوم بير فولت. لو انت فاكر النمبرز اللي احنا كنا بتاع السنسيتيفيتي كانت عالية جدا. فهنا بنقول ان دلوقتي السنسيتيفيتي بتاعته قليلة، بس انا ممكن اخليه اكيوريت عن طريق ان انا في بريكوشن بعملها، زي مثلا قلنا اللي هي حكاية الريزيستنس، حكاية ال شنط على الار شنط. انا كل اللي انا عايزه مينيمايز الايرور، ما يبقاش في ايرور بيعتمد مثلا الايرور دي تو الفريكوانسي، الايرور دي تو التمبريتشر، الايرور دي تو الحاجات دي بقدر اعملها. هنا بنقول ان السنسيتيفيتي ضعيفه ليه او فيري لو ليه؟ لان الماجنت اللي عندي الكترو ماجنت، الالكترو ماجنت ده الفلكس دينستي بتاعته almost 60 جاوس. اوكي، فاحنا في حالة البيرمنت ماجنت موفينج كويل كان من 1000 الى 4000 جاوس، يعني شايف الفرق؟ تمام. فبالتالي بقول ان في الحالة دي طبعا انت عارف ايه الفرق بين الجاوس والتسلا، مش عارف صح؟ طيب البي اللي هي الفلكس دينستي بتتقاس بالتسلا اللي هي ويبر بير متر سكوير، ممكن بالجاوس، الجاوس اللي هي 10 تو نيجاتيف 4 تسلا if I'm not mistaken، واعمل تشيك تاني. فبنقول ان انا عندي ان الفلكس دينستي عندي فيري لو. طبعا ده بيأثر على الديفلوبد تورك، ان الديفلوبد تورك بيبقى قليل وبالتالي السنسيتيفيتي بتاعتنا تبقى قليله. عندي اول ايرور عندي اللي هو لو تورك بير ويت ريشيو، نتيجه زي ما بقول ان الديفلوبد تورك نفسه جاي من ماجنت ضعيف، فالديفلوبد تورك هو لو، الويت عندي عالي، فبالتالي بلاقي ان التورك بير ويت ريشيو فيري لو، وبالتالي بلاقي ان الاكيورسي بتاعتي قليله. ان هو فريكوانسي ديبندنت، بس ممكن اتعامل مع الفريكوانسي ايرورز ان انا بغير في الديزاين بتاعي.
زي ما قلنا ال شنت على r شنت بتساوي ال على r، او ممكن احط very large resistance في السيركت بتاعه الفولتميتر. الاي دي كارنت ان صح انا معامله اير كورد، بس في ميتال بارت موجوده وفي اللي هي موجوده في الديفايس، فممكن تؤدي الى وجود اي دي كارنت لو اتعرضت الى changing flux، وبالتالي تؤدي الى وجود ايرور. الاكسترنال ماجنتيك فيلد، ان انا عندي المين ماجنتيك فيلد بتاعي very low، ضعيف، weak، فبالتالي ممكن يتأثر بأي حاجة. temperature changes. طيب هنشوف هنا التورك ويت ريشيو. احنا بنقول ان الماجنتيك فيلد بتاعنا weak، فبالتالي انا الجنريتنج او الديفلوبد تورك very small. طب اعمل ايه؟ قال لك يبقى انا عايز ازود الفلكس. انت عشان تزود الفلكس على الالكتروماجنت عندك حاجتين، يا تزود التيار يا تزود عدد اللفات بتاعه التيرنز اللي موجوده عندك. لو زودت عدد اللفات هيزيد الوزن، يبقى انت في الحاله دي بتزود ده، يبقى بتقلل الريشيو تاني. لو زودت التيار، انت التيار محكوم بحاجات معينه، ان انت مثلا في الموفينج كويل مش هتزيد عن 200 ملي امبير، يبقى السبرينج هيحصل له لو زودت يبقى اوفر هيت. لو زودنا النمبر اوف تيرن اللي لسه بقوله ان هيزود الويت بتاع الموفينج بارت، ده هيرزلت ايه؟ لو زودنا الويت بتاع الموفينج بارت ان التورك بير ويت ريشيو هتبقى فيري لو، ده هيزود الفريكشن لوسز ويزود الايرور. طيب هو دلوقتي قال دلوقتي انت احنا عايزين نقلل الويت بتاعنا وعايزين نقلل الفريكشن، قال لك اعمل ايه؟ قال لك اجيب ان انا احاول اقلل الويت ازاي؟ ان انا بروبر سيلكشن للماتيريال بتاعه السبندل وبتاعه البيرنج، ان انا اجيب فيري فاين ماتيريال او ماتيريال فاين ماتيريالز بحيث ان هي الويت بتاعها يبقى قليل جدا. كل ما عملت كده كل ما زودت في الكوست بتاعه الديفايس ده، عشان كده هو اكسبنسيف. تاني حاجه انت عايز تقلل الفريكشن، لكن بتعمل بولشنج مع بين البارتس اللي هي اللي بتتحرك وبين البارتس التانية، فكل الحاجات دي بتخلي ان انت بترفع الكوست بتاع الديفايس. يعني انت عايز تخلي التورك بير ويت ريشيو عايز تحسنها، فبتحاول انك انت تقلل الويت، جيب ماتيريال غاليه عايز تقلل الفريكشن عشان تعلي الاكيورسي بتاعتنا، فبالتالي بنقول انك انت بتعمل بولشنج. كل الحاجات دي comes at extra cost، وبالتالي بقى expensive. عشان كده من الكوست بتاعته هي الميجر consideration بتاعنا، ان انا بستخدمه كوات ميتر، very rare ان انا استخدمه ك ميتر او فولت ميتر. الفريكوينسي، frequency error في حالة الكيس بتاعت الفولت ميتر زي ما اتفقنا، قلنا الامبيدنس بتاعتنا او السيتا كانت بتتناسب مع في سكوير على زد سكوير. الامبيدنس هي بتساوي سكوير روت ل ار سكوير بلس 2 باي اف ال سكوير، فاحنا دلوقتي هي اندبندنت للفريكوانسي، سوري هي دلوقتي ديبند اون ذا فريكوانسي. لو انا خليت الار كبيره جدا فممكن اخلي ان الزد تبدا ان الزد عباره عن ار، وبالتالي اقدر احسن الاكيورسي بتاعتي. يعني كل اللي انا اعمله عشان ريديوس الفريكوانسي ايرور اقلل الايفكت بتاع الايرور نتيجه تغير الفريكوانسي، وبالتالي الرياكتنس بتاعتنا قيمتها هتتغير. كل اللي انا بعمله بزود قيمه الار بحيث ان الار او الزد تبقى عباره عن ار، ويبقى كده القرايات عندي اندبندنت اوف فريكوانسي. طيب زي ما اتفقنا ان ده ليميتيشن لحد 125، لان بعد كده الايفكت بتاع الاف هيزيد وما اقدرش ان انا اعمله نيجليكشن. طيب هنا لو افترضنا ان انا شغال في الرينج التمام بتاعي من 0 ل 125، فده معناه ان الفريكوانسي doesn't affect الكاليبريشن بتاع الانس. في حالة الاميتر فانا عندي كنت بقول ان I2 على I1 بتساوي Z1 على Z2، واحدة فيهم الفيكسد كويل واحدة فيهم الموفيك كويل، فباجي أقول إن دي الريشيو بتاعتنا. لو خدنا R1 على R2 كومن فاكتور فبيبقى ده الترم بتاعي. لو خليت إن الريشيو L1 على R1 بتساوي L2 على R2، يبقى في الحالة دي عندي
I1 I2 على I1 بيساوي R1 على R2، يعني الريشيو بينهم independent of الفريكوينس. يبقى بالتالي لو أنا خليتها زي الريشيو بتاعت الدي سي يبقى أنا الكاليبريشن بتاعي صحيح وأكيوريت، وأنا القرايات بتاعتي لا تعتمد على الفريكوينس أو الفريكوينسي ايرور is eliminated. اي دي كارنت طبعا في صح، انت عامل اير كورد بس في عندي ميتال بارت موجوده وبتتعرض لفلكس بيتغير، فكل اللي انت بتعمله انك انت في اي دي كارنت. طب اعمل ازاي الاي دي كارنت ده؟ فهو بيقول انك انت حاول ان الستراكشر او اللي هي فيها ميتال او الحاجات اللي فيها ميتال ان انت تخليها مينيمم اس باسبل، بحيث انك انت تقلل الفرصة أن يكون في وجود الـ ED current. وبعدين لو عندك ميتال يعني أنت بتقلل وجود الميتال as much as you can. لو عندك وجود لو في ميتال موجود خليه بعيد شوية وخليه يكون من high resistivity عشان reduce الـ ED current. أوكي تمام. طيب دي الـ external field، زي ما اتفقنا أن المين فيلد بتاع الماشين أو بتاع الانسترومنت هو very weak، فبالتالي أي فيلد بره فهو بيأفكت المين فيلد بتاعنا وبالتالي بيأفكت التورك وبالتالي بيؤدي إلى وجود ايرور. فقال بنعمل شيلدنج زي ما بقول كده إن هو نيرلي من 0.005 ل 0.006 ويبر بير متر سكوير أو تسلا، لو أنت حولتها للجاوز طبعا بتضربها في 10 to power 4. بنقول لازم نعمل شيلد عليه عشان نريديوس الافكت بتاع الاكسترنال فيلد، فبالتالي الشيلد ده بيبقى هايبر مابيليتي الوي، بتبقى موجوده حوالين الميتر بانها تعمل شنط للاكسترنال ماجنتيك فيلد، تخلي الاكسترنال ماجنتيك فيلد تلف فيها ما تدخلش على الديفايس جوه وتاثر عليه. الادفانتج والديس ادفانتج بتاعنا ان هو يونيفرسال ميتر ان كان ميجر اي سي ودي سي، ان الكويل اير كولد وبالتالي بقلل ان انا عندي فري فروم الهاي ستريسز، والكويل نفسها ان هي لا ما فيهاش الجزء الايرن اللي جواها فبالتالي ما فيهاش اي دي كارنت، لكن في اي دي كارنت في الماشينز او في بقيه الاجزاء اللي موجوده. قلنا نمينمايز الايفكت بتاعه ازاي. الديس ادفانتج بتاعتي ان انا عندي نون يونيفورم سكيل، طبعا هو بيبربورشن للاي سكويرد. الجنرال فريكوانسي رينج زي ما قلنا من 0 ل 125، مور اكسبنسيف اوكي، لان زي ما قلنا ان انا بحاول اختار فاين ماتيريالز، بحاول ان انا اعلي الاكيورسي بتاعتنا ان انا اعلي التورك بير ويت ريشيو، فبالتالي بجيب ماتيريال غاليه، بعمل بولشنج، بختار الحاجات معينه بحيث ان انا يكون عندي اقلل الايرور واحسن واعلي الاكيورسي، فبالتالي بيؤدي ان السيستم ده بيبقى مور اكسبنس. الباور كونسامشن عندها عاليه لان عندي تو كارنتس وبالتالي والكارنت لارج اوبريتنج كارنت، فبالتالي بيؤدي ان الهاي او الباور كونسامشن عاليه ديو تو لارج اوبريتنج كارنت. السؤال ده انا جبته السنه اللي فاتت في الاونلاين اكزام، يعني يتعدوا على اصابع اليد اللي كان بيجاوب. High power consumption due to large operating current. أنا عندي two sections اللي هي fixed coils والmoving coils، بيمر فيها التيار سواء الاتنين بيمر فيهم نفس التيار، فسيجما I squared R. لو الفيكسد بيمر فيها تيار أعلى فبقى عندي في حالة كمان الوات ميتر هيمر فيها تيار عالي أوي لأن هميجر الباور، فيبقى عندي I squared R هتبقى عالية وبالتالي هيديني high power consumption. Low torque per weight ratio وده بيؤدي إلى low sensitivity و higher friction، وقلنا بنتخلص من الحاجات دي ازاي. طب تمام كده أنا خلصت كده أوكي. الجزء الجاي هنكمل اللي هي استخدام الإلكترو دينامومتر as watt meter. أشكركم.